مراكش ماشي غير مدينة سياحية، هي تاريخ، هي الماضي والحاضر. هاد المدينة التاريخية بالأزقة ديالها والأسواق ديالها ولات القبلة المفضلة لدى كتير من الناس داخل المغرب وخارجه. احنا في ساحة جمال فنا كتشوف فيها استعراضات مختلفة، بحيث أنها فضاء شعبي للفرجة والترفيه. كتعتبر القلب النابض لمدينة مراكش لأنها كتجمع بين المدينة والقصبة المخزنية والملاح. سوق الفنا هو سوق رائع، هتلقى فيه جميع الملبوسات الشعبية اللي طاح لك على البال. هاد السوق هذا كيعكس الثقافة المغربية الأصيلة وكيقدمها في أحسن صورة، من حقائب جلدية وأحذية وأبلغة في جميع الألوان، بلا ما نهضروا على التوابل والأعشاب وكل ما هو تقليدي. الحقيقة أنا تلفت تما. جامع الكتبية من المعالم الإسلامية الراسخة في تاريخ المغرب، كيتواجد قرب جامع الفنا وكيتعتبر من أعرق المساجد المغربية. جامع الكتبية تبنى سنة 1147 ميلادية، كيتميز بالصومعة ديالو بطابع الأندلسي الراقي. خير عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير الحمد لله. انا كاينه فواحد البلاصه زوينه رائعه جدا سميتها تاع دمانا، دونك انا جو كونساي لي فيزيتي سورتو لي عندو لي زونفون بور لي زاكتيفيتي، سا فريمون مانيفيك. اليزي